أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: اندلاع حارق بتونات وطائرات تحاول إخمادها. ولن إلى تفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. سجل ليلة أمس السبت اندلاع حارق بغابة جبل القرع بجامعة عين مديونة إقليم تونات، وإلى حدود الساعة لا زالت الجهود متواصلة لإخماده. أوضح فؤاد العسالي رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أن ألسنة النيران التي التهمت الليلة الماضية مساحة كبيرة من الغابة ما زالت مستمرة صباح يوم الأحد 13 نوفمبر 2022. وأضاف في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأن طائرتين من نوع كنادير المتخصصة تسارع من أجل تطويق وإخماد الحريق الذي لم تعرف بعد أسبابه. وتحتوي الغابة التي تحترق على أنواع من الأشجار بخاصة البلوط والتيدة وأشجار مثمرة في ملكية السكان، وتهدد النيران دواوير كعين الحوت ودوار الحسن وبوكنالة، وهو ما دفع السكان للخروج ليلا والمساعدة في عملية التدخل بجانب عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.